جلوس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، باسم إخوتي رؤساء الكنائس في الأردن، نرحب بكم في هذه الكنيسة ونطلب منكم جميعاً أن نشترك في هذه الصلاة لهذه النية العزيزة على قلب السيد المسيح، ألا وهي وحدة جميع المسيحيين. يقوم المجلس الحبري لتعزيز الوحدة بين المسيحيين ولجنة نظام وإيمان في مجلس الكنائس العالمي باختيار نصوص صلوات الوحدة في هذا العام. تم اختيار نص من الفصل الأول من سفر النبي إشعياء لتكون موضوعاً لصلوات الكنائس في مختلف أنحاء العالم في هذا الأسبوع. يقول إشعياء النبي: تعلموا الإحسان واطلبوا البر. لا يريد الله من شعبه أن يمارس العدل بالمعنى القانوني فقط، بل أن يتعلم ويعتنق مبدأ فعل الأمور الصحيحة. لا يطلب الله الاكتفاء بتقديم الرعاية للأيتام والأرامل والمهمشين فقط، بل يدعونا إلى فعل كل ما هو صالح وكل ما هو خير لهم. الكلمة العبرية الأصلية التي تدل على الصلاح تعني أن تكون سعيداً وفرحاً وأن تفعل ما هو جيد وجميل. أن تكون مسيحياً يعني أن تكون تلميذاً. جميع المسيحيين يجتمعون لسماع كلمة الله ويتعلمون معاً ما هو عمل الخير وما الذي نحتاج أن نعمله في هذا التضامن، في وقت بات المجتمع لا مبالياً أكثر فأكثر باحتياجات الآخرين. يجب علينا كأبناء لله أن نتعلم الالتفات إلى حالة إخوتنا وأخواتنا المحتاجين والمضطهدين. سأل أحد الكتبة يسوع من هو قريبه. يدعونا جواب يسوع إلى تخطي الانقسامات الدينية والقبلية والوطنية للتعرف على قريبنا المحتاج من خلال المثل السامر الصالح الذي أجاب به السيد المسيح على هذا السؤال. وبهذا يدعو المسيحيين كذلك إلى تخطي الانقسامات للتعرف على إخوتنا وأخواتنا في المسيح ومحبتهم. لنسأل أنفسنا: من هم المهمشون والمضطهدون في مجتمعنا؟ وكيف يمكن للكنائس أن تسير معاً مع هؤلاء الإخوة والأخوات وأن تستجيب لاحتياجاتهم وتتحدث باسمهم؟ لنذكر أننا بماء المعمودية أصبحنا أعضاء في جسد المسيح، ومع ذلك تسببت خطايانا بالألم لبعضنا البعض. لقد فشلنا في عمل الخير، لم نطلب العدالة في وجه الظلم، ولم نضع لأمر الله بعناية، ولم نصغي لأمر الله بالعناية بالأرامل والأيتام. دعونا نفكر في أفعالنا وتقصيراتنا ونتعلم فعل الخير والتماس الحق. نحن بحاجة إلى نعمة الله للتغلب على انقساماتنا، لنصلي من أجل تعزيز الوحدة بيننا كمسيحيين، من أجل فتح قلوبنا حتى نتحلى بالجرأة في العثور على الكنوز الشمولية وغنى التنوع بيننا، ونرفع الصلاة بإيمان. صلاة الوحدة هي صلاة إلى الروح القدس الذي يوحدنا. الروح يجمعنا كما رتلنا في بداية هذا الاحتفال، لأننا نحن كبشر وبسبب خطايانا تسببنا في انقسام الكنيسة. هذه الصلاة هي اعتراف أمام الله بخطايانا ضد بعضنا البعض، هي اعتراف أمام الله أن المؤمنين لا يزالون يتشككون بسبب انقساماتنا ويبتعدون عن الكنيسة. لنقف بكل تواضع أمام الله العلي الآب السماوي، قارعين صدورنا طالبين مغفرته، طالبين نعمة المحبة المسيحية الحقيقية فيما بيننا، هذه المحبة التي تقربنا بعضنا من بعض لنشهد للمسيح متحدين لكي يؤمن العالم. لنقف بصدق وتواضع أمام الله الآب لندرك تقصيرنا في الإحسان والعدل كما يطلب منا النبي إشعياء، ولندرك مسؤوليتنا المشتركة تجاه المظلومين والمحتاجين إلى الإحسان والعدل.
لتكن أفعالنا أكثر تشبهاً بمعلمنا الإلهي وبمحبته لجميع الناس، لنكن دعاة وحدة في كنيسته المقدسة. أدعوكم للصلاة الصادقة لنرفع أيدياً طاهرة أمام الله حتى يقبل صلاتنا جميعاً. لنبدأ هذه الصلاة ولنقف معاً ونعترف بخطايانا بكلمات النبي إشعياء. رداً على كل طلب مغفرة ننشد جميعاً كيريا ليسون. حين تجئون لتعبدوني من يطلب ذلك منكم؟ لا تدوس بيتي بعد اليوم، وبتقدماتكم الباطلة لا تجيء إلي، فرائحة ذبائحكم معيبة عندي. اغفر لنا يا رب عندما نأتي للعبادة دون أن نسير بتواضع أمامك. تنشد الجوقة أولاً ونعيد. الشهر والسبت والدعوة إلى الصلاة لا أطيقها، ولا أطيق مواسمكم واحتفالاتكم، رؤوس شهوركم وأعيادكم كرهتها نفسي، صارت ثقلاً علي وسئمت احتمالها. إننا نطلب المغفرة لصمت الكنائس أمام شرور الاستعمار في العالم بأسره. كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا بسطتم أيديكم للصلاة أحجب عيني عنكم، وإن أكثرتم من الدعاء لا أستمع لكم، لأن أيديكم مملوءة من الدماء. نطلب المغفرة عما ارتكبنا من الضرر والإساءة تجاه التناغم المتنوع في خليقتك. وتطهروا وأزيلوا شر أعمالكم من أمام عيني، وكفوا عن الإساءة، تعلموا الإحسان واطلبوا العدل، أغيثوا المظلوم وانصفوا اليتيم، وحاموا عن الأرملة. كما تطهرنا بياه المعمودية المحية، اغفر لنا من جديد وصالحنا مع بعضنا البعض ومع الخليقة. Kyrie eleison,
العاتب أن كانت خطاياكم بلون القرمز فهي تبيض كالثلج، وأن كانت حمراء الغامقة فهي تصير بيضاء كالصوف. اسمع صلاتنا، ارحمنا واغفر خطايانا. يا إله الكل، إن قلوبنا وأجسادنا ترفع إليك الشكر لأنك أهلتنا للقيام أمامك لنعترف بخطايا الظلم والانقسام التي اقترفناها. نتقدم منك معا كعائلة مقدسة متحدين في تنوع خلقك الجميل. البعض منا ينتمي إلى الشعوب الأصيلة، والبعض منا من المهاجرين، بعضنا لاجئون، لكننا جميعا ننتمي إلى جسد المسيح الواحد. نحمدك لأن خطايانا الحمراء كالقرمز غسلت بمياه المعمودية المحية، وشفينا حتى أصبحنا جزءاً من جماعة الأحباء، عائلة الله. نقدم لك الشكر والتسبيح أيها الإله الخالق. معاً في هذه المسيرة نحتفل وقلوبنا وعيوننا مفتوحة لتدرك الحكمة المقدسة المشتركة بين الشعوب وتنمو فيها. ساعدنا في السعي إلى الوحدة مع بعضنا البعض، ولنتذكر أننا نشكل عائلة واحدة يجمعها روحك القدوس في وسط خليقتك. آمين. تفضلوا الجلوس. نستمع الآن إلى القراءات المقدسة، القراءة الأولى ثم المزمور، وردة المزمور ستكون كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، ثم الإنجيل المقدس والعظة. فصل من الرسالة إلى أهل أفسس، الأصحاح الثاني. أما الآن ففي المسيح يسوع صرتم قريبين بدم المسيح بعدما كنتم بعيدين، فالمسيح هو سلامنا، جعل اليهود وغير اليهود شعباً واحداً، وهدم الحاجز الذي يفصل بينهما أي العداوة، وألغى بجسده شريعة موسى بأحكامها ووصاياها، ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين بعدما أحل السلام بينهما إنساناً واحداً جديداً، ويصلح بينهما وبين الله بصليبه، فقضى على العداوة وجعلهما جسداً واحداً. جاء وبشركم بالسلام أنتم الذين كنتم بعيدين، كما بشر بالسلام الذين كانوا قريبين، لأن لنا به جميعاً سبيل الوصول إلى الآب في الروح الواحد. فما أنتم بعد اليوم غرباء أو ضيوفاً، بل أنتم مع القديسين رعية واحدة ومن أهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه. الآن به يتماسك البناء كله وينمو ليكون هيكلاً مقدساً في الرب، وبه أنتم أيضاً مبنيون معاً لتصيروا مسكناً لله في الروح. كلام الرب. الشكر لله. كما يشتاق الأيل إلى مجاري المياه كذلك تشتاق.
إليك إلى الإله الحي عطشت نفسي، فمتى أجيء وأرى وجه الله؟ ارتجي الله لأني سأعود أحمده، هو مخلصي وإلهي. كما يشتاق الأيل إلى مجال المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله. دموعي خبزي نهاراً وليلاً، ويقال لي كل يوم: أين إلهك؟ أتذكر فتذوب نفسي بي كيف كنت أعبر مع الجموع في موكب نحو بيت الله، أقودهم بصوت الترنيم والحمد وبالهتاف كأنهم في عيد. كما يشتاق الأيل إلى مجال المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله. لماذا تكتئبين يا نفسي؟ لماذا تأنين في داخلي؟ ارتجي الله لأني سأحمده بعد، فهو مخلصي وإلهي. كما يشتاق الأيل إلى مجال المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله. في النهار يضيء الرب رحمته، وفي الليل أنشد وأصلي للإله الحي. أقول لله خالقي: لماذا نسيتني؟ ألا أمشي بالحداد من اضطهاد العدو؟ كما يشتاق الأيل إلى مجال المياه، كذلك تشتاق ترددت عظامي فعيرني خصومي، ونهاراً وليلاً يقولون: أين إلهك؟ لماذا تكتئبين يا نفسي؟ لماذا تئنين في داخلي؟ كما يشتاق الأيل إلى مجال المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله. هللويا. Sorry.
بمجده، وجميع الملائكة معه، حينئذ يجلس على عرش مجده، وتحشر لديه جميع الأمم، فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعي الخراف عن الجداء، ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملك المعدى لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، وكنت مريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. حينئذ يجيب الصديقون قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فجئنا إليك؟ فيجيبهم الملك قائلا لهم: الحق أقول لكم، إن كل ما صنعتموه إلى واحد من إخوتي هؤلاء، إلى واحد من الأصاغر، فإلي قد صنعتموه حقا. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. صاحبي السيادة مونسيور مورو، عنونا مجلس كنائس الشرق الأوسط أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين بنص من نبوة إشعياء النبي، يقول: تعلموا الإحسان واطلبوا العدل. لا شك أن وضع العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص وما يمر به من أزمات وصراعات ومظالم وغياب للعدالة وترسيخ للانقسامات واتساع للهوة بين أصحاب الملايين وبين الذين يعيشون تحت خط الفقر والتقوقع داخل القوميات والطوائف والتهجير القسري إلى بلاد الله الواسعة، هي التي دفعت المجلس إلى اختيار هذا العنوان. هذه الآية الصغيرة مستلة من نص نبوي أكبر منها يستحق التوقف عنده فردياً وجماعياً. علنا جميعاً نحن ككنائس وكأفراد نقوم بمراجعة حياة شخصية وكنسية في الوقت عينه. يقول النبي إشعياء:
حينما تأتون لتظهروا أمامي من طلب من أيديكم هذه الأمور؟ لا تعودوا تأتون إلي بتقدمة باطلة. البخور مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لا أطيقها حتى الأحد. رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن أكثرتم من الصلاة لا أسمع. أيديكم مملوءة دما، اغتسلوا تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن الشر، تعلموا الإحسان واطلبوا العدالة، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. نص بخوف، إذا كل واحد منا بيتأمل فيه مش معقول إلا ما يرتجف أمام نص هكذا بهذه الكلمات القاسية. يستعمل النبي صيغة الجمع لا صيغة المفرد في هذه الآيات. لا شك إنه يخاطب الشعب قديما، ولكنه أظنه يخاطب جماعاتنا في هذه الأيام العصيبة. إنه يتوجه إلى كنائسنا المختلفة التي تتلهى أحيانا كثيرة بالطرهات والجدالات البيزنطية التي لا تقدم ولا تؤخر، بدلا من أن تفكر بالعدالة والإحسان والاهتمام بالإنسان البائس والفقير. إخوتي الأحباء، يدعون المجلس، مجلس كنائس الشرق الأوسط، من خلال كتيب الصلاة إلى الانخراط بالتفكير، إلى الانخراط في مسيرة توبة ميتانوية. بدو يقدر واحد منا، كل واحد يعمل نوع من الميتانوية وتغيير الذهنية، تغيير العقلية، لنتعلم فعل الصواب، لنتعلم فعل الحق، لأن أسبوع الصلاة بالنسبة لنا كأفراد وكجماعات أي ككنائس هو الوقت المثالي لندرك أن الانقسامات والتحزبات والاستعلاء على الآخرين لا سيما بيننا ككنائس لا يمكن فصلها عن الانقسامات والتحزبات التي تعيشها الأسرة البشرية عامة. إن الصلاة معا تسمح لنا بالتفكير فيما يوحدنا والالتزام بمواجهة الظلم والاستبداد والتعنيف والقهر والانقسام والاستقواء بالسلطات المدنية والعسكرية على حساب الضعفاء بيننا. أما إنجيل اليوم وهو من الفصل الخامس والعشرون من إنجيل متى، وبتعرفوا الفصلين 25 و 24 هن الخطابات إسخاتولوجية بإنجيل متى، اللي المسيح
عم بهيئ تلاميذه للمجيء الثاني بالفصلين 25 24 و25. فكرتين أساسيات بس من خلال نص الإنجيل بحب اليوم أنه أذكر فيهم. أول شيء الدينوني قائمي على أساس المحبة، على أساس المحبة قائمي دينونة الله، محبتنا للجائع، محبتنا للعطشان، محبتنا للمريض، محبتنا للسجين، محبتنا لكل إنسان معوز على أساس الله بدوينا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وأساسية جدا جدا إنه السيد المسيح يتطابق شخصه مع هؤلاء الناس، مثل ما قلنا هذا هو جسدي هذا هو دمي. اليوم عم بيقلنا هذا أنا من خلال الإنسان المريض، من خلال الإنسان الجائع، من خلال الإنسان البائس، من خلال الإنسان المعوز، من خلال هؤلاء البشر أنا بتلقوني من خلالهم. إذن منا بحاجة نفتش على المسيح بس فقط من خلال الأفخارستية، من خلال الكلمة. المسيح منقدر نلاقيه كل مرة منعرف نتطلع بالآخرين، كل مرة منتطلع بالآخرين ومنحسن التطلع نقدر نشوف السيد المسيح الحاضر من خلال الآخر. آمين. نقضي لحظات من الصمت في التأمل والصلاة الفردية. لنقف لنرفع الصلاة إلى الله بقلوب طاهرة طالبين رحمته، ونرفع الصلاة أمام الله الآب والابن والروح القدس. أيها الله الخالق، نحن نعيش اليوم مع تداعيات الأعمال التي جعلت الحياة غير مستدامة للبعض ووفرة بالنسبة للآخرين. علمنا كيف نستخدم الموارد التي منحتها لنا بمسؤولية لصالح الجميع واحترام خليقتك، الخليقة التي تئن تصرخ إليك. علمنا ودلنا على طريقك. اللهم الرحوم ساعدنا في إصلاح الضرر الذي ألحقناه ببعضنا البعض والانقسامات التي أحدثناها بين شعبك، تماماً كما نفخ المسيح يسوع الروح القدس على التلاميذ لكي يولدوا جماعة الخليقة الجديدة. ارسل يا رب نعمتك التي تداوي انقساماتنا وتهدينا إلى الوحدة التي صلى من أجلها يسوع المسيح ربنا. أيها المسيح الطريق والحق والحياة، لقد جسدت العدل في رسالتك على الأرض بالخير الذي صنعته وبهدم الجدران التي تفرق والأحكام المسبقة التي تسجن. افتح قلوبنا وعقولنا لندرك أنه على الرغم من تعددنا إلا أننا واحد فيك.
أيها الروح القدس الذي يخلق من جديد وجه الأرض، إن كل ما في الخليقة يخاطبنا، فافتح مسامعنا على أصوات الفقراء والمضطهدين والمهمشين. لكن فوق كل شيء ترتفع قلوبنا إليك وهي تصلي أبانا، ونصليها بحسب النص الموحد الذي أقره مجلس كنائس الشرق الأوسط على الشاشة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الضروري للحياة أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين. نتلو معاً صلاة من أجل الوحدة. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت ليكون تلاميذك بأجمعهم واحدا، كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا، أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل. وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك، فتسعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك يا أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. أعطي كنائس الشرق أن تسعى إلى الوحدة والمحبة والعمل المشترك، فتشهد لاسمك القدوس أمام الناس أجمعين. باركنا، ازرع محبتك في قلوبنا، وحدنا تحت مظلة صليبك. آمين. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وامنحنا الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. والآن يتبادل رؤساء الكنائس ونحن إخوة وأخوات في المسيح سلام الرب.
انظر إلى هذه الوجوه المجتمعة معاً في جماعة مقدسة وأرسلها إلى أي مكان تريده أنت. شجعهم بروحك القدوس على الاستمرار في سرد قصصهم وفعل الخير والتماس الحق من أجل خليقتك من خلال أفعالهم. أيدهم ليكونوا واحداً حتى يؤمن العالم أنك أرسلت ابنك الوحيد يسوع من أجل حياة العالم. أدعو جميع إخوتي رؤساء الكنائس أن يمدوا يديهم للبركة ونصلي البركة معاً. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نشكر حضوركم الجميل في هذا المساء ونسأل الله البركة والنعمة لكم ولكنائسنا في السير نحو الخير ونشر المحبة والإحسان. ونشكر أصحاب الأساقفة الحاضرين من القدس وعمان ورؤساء الكنائس وممثليها على المشاركة في هذه الصلاة، والمونسنيور ماولو للي القائم بأعمال السفارة البابوية. ونصلي من أجل رعاتنا حتى يكونوا رعاة صالحين على مثال الراعي الصالح سيدنا يسوع المسيح. نشكر تلفزيون تيليلومير وفضائية نورسات على النقل المباشر لهذه الصلاة والمكتب المحلي، ونشكر كذلك موقع أبونا على نقل هذه الصلاة المباركة. نشكر جوقة ينبوع المحبة على الترنيم، ونشكر رعية العذراء الناصرية في الصوفية للاتين على الاستضافة هذه الصلاة. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، ندعوكم إلى ضيافة في خارج الكنيسة بعد خروج موكب الأساقفة. أرسلتك بقوتي، مسحتك للخدمة، مسحتك بقدرتي، أمرتك بنعمتي، نصرتك كرمي. اذهب يا بني اعمل به على الدوام، قل انا يا سيدي ارسلني يا رب الانام، انا ارسلني يا رب الأمان. هيا بنار بعزم واقتدار كي تجني الثمار، فها أنا معك لا تخشى في الصعاب، أبدد الضباب وأفتح الأبواب، فها أنا معك.
بحساب قدرة البشر ولا بقوة الذراع، بروحي القدس القدير يضحي المحال مستطاع، بروحي القدس القدير يضحي المحال مستطاع. هيا ابتر البيضان بعزم واقتدار كي تسمي الثمار، فأنا معك لا تخشى في الصعاب أبدد الضباب.